قلت له شد عزومه خوانا قال عبد الله قال شد عزومه شد لي ها شد لي اني كلمتي مع عدل سياف هو بيكسر مجاديف انا عارف بس ما يدري اني انا باخذ المركز الاول في البرنامج انت بتطلع الحمد لله عادي بطلع بس الحين قدامي اسبوعين يمديني استانس يمديني في الوالده والدها لين على ذا هو اسبوعين ليش يقول 14 اصبر دقيقه هو يقول 14 يوم كيف الاسبوع اللي بيجي بس العيد ما في ابراهيم طيب صح وعقبه اسبوع اسبوع ورا يعني 14 يوم يعني بنفلها ما في ابراهيم يبغى مصيبه يسوي اسبذا والله العظيم ما في ابراهيم ما في شيء انا وش اللي قهرني زياد يوم انه يقول اتخصم عليك اذا الحين يخصم علي الاسبوع الجاي ليه؟ عليش يقول عشان الجوال جوالك وما انت اعطيته ما اعطيته ولد عمي عشان غانم صح؟ غنوم غنوم فالح خلاص اعطيته اياه عيال رفع ضغطي يا ريجي رفع ضغطي نذر انه رفع الحمد انا لو قعدت مع اخر واحد معناه في العزيمي يا ولد انهرت ما بعد قال النتيجه واحد الله يجعلني ذا الموقف صبر بهاجي اللي يقعد مرتين ثلاث مرات انا ودي يقول لي كذا سياف يستبعدني اذا اني قول سياف انت استبعد ولا يحطني مع رجال امي يقول بكل حب في ذا اللحظه اتمنى انك انت اللي تطلع مو بخوي انا اشهد ومن يطلع جنبك علي الحرام اني ما اصبر انا والله ما اصبر قو بهاج وصبره اشهد اني ماني مصبر يا رجل الله يذكره بالخير في ذمتكم يا رجل فقدتوه ذمت اني فقدته ما عندي فاقده مثلي انا اسمعك انت وياه يجيني خصم والله انه فقدنا لا بس يا ربي انا تدري ايش ابي؟ لهناك انا ايش ابي الصدق؟ بيطول عمره يجيبون ضحكته ويحطونها في مسجل سماعات نسمع ضحكته والله ان ضحكت انا يا رجل انها تونسك والله لو عليك ضيقه ولا عليك حزن ويضحك والله انت تنسى الضيقه تنسى عبد الله حمد يمدحني كذا ولا بيسوقني تبي عاد اختصرها تجعل عبد الله محمد يطلع قبل خميس امين امين القبلة هناك يا ابو امين وين هنا لا هنا لا والله هنا عاشي امين اي والله امين اي والله امين انا لو بيدي قالوا من تبي عشان استقبلكم لا طلعت اسمع انه موقف الثلاثة على السجن هاي انا لو قالوا من ودك من ودك يظهر يظهر اقول عبد الله لو قالوا من ودك وتودك ودينا يظهر برا السعودية كلها ما بتحطني فيه مت انقلع في دولة جيب لي دير تنزع انا عاد فيها طبيعة انا ولا 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 اجلس انت اهلك مو مستغلين عنك انا اهلي بيستغلون عني شوي ها ايوه ايوه علمني سالفه ال مين بلحيت سؤال الفنجال ابو 3000 ايش علمك؟ فنجال ب 3000 والله لو انه ذهب تسالب عليك العرجاني في هناك داخل هي لا تنزق شيء مو فيني وش ذا فنجال ب 3000 متحلم انت فنجال من يا ابوي؟ 3000 يا شرباه ولا عنده فنجال زياد الله يسلمه يعني كنا كاشتين احنا وياه انت جد قال لي عجبت ايش قلت هو تشرح على الكشت الثاني استشر بالعوض ابو سعد شلون يمشي بالعوض يا رجال لا والله لا خلصنا برنامج استر علينا ويستر عليه يرفع ضغطنا ويقهرنا في انفسنا انا وعدت الرجال وعدته خلاص اعزمني لا جيت عشان مره واحده عجز انا عزمه بعد عزم سياف يجي منك من وادي ثلج عشان تصير عزيمه واحده بعد ما عزمه وانت تعزمه عزمه ثامر ونحضر كله ما يحتاج تجي عشان عيناي انت عيني انت عيني اللي ما اشوف بها بيتهور بحد الغلشه ثم بنحره في الحارث القط والله انه بيصيد له حاجه القط القط وش شوف بيصيد له حاجه بس ما ادري وش شوف يتختل في حاجه يبي القط الاخر وين قط في قط اخر المهم اسمع شوف والله انه يتختل يري اصبر صلوا على النبي تذكر الموقف ذا عشان اعلق عليه فهمت؟ لا لا خل 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 لا بعد اسمع لا 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 ليه 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 الحرام انه ما هذا انت ما فهمت شوف البس شوف البس انا احاول اسمع ايه تامر شوف البس شوف احنا سوينا اليوم مسرحيه صح؟ اسمع سوينا مسرحيه ها بس لازم نطبقها بالحقيقه الادمي هذا لازم يتعالج.
صدقني لازم يتعالج بأسرع وقت. لازم نعالج من نفسي عقلي. اي بالله اذهب القعاد خله. اي بالله استريح استريح. اسهل ما كان عندك موضوع. اي والله شو قال ايش اسمه يا رجال؟ دامري دامري هذا. لا انا دريت ايش يفكر. خريط زريط. جلس فايف. انا اسمع تبغون اكمل لكم قصه ذاك اليوم؟ في قصه ديك اللي شنو صدقون سجيت منها. وش هي مجديتك؟ عطنا منت مقتطفات عشان اعلمك وش صار. ان فيها هذا لا لا هذا واحد من قبيله زين. من سم بوي؟ يا الله يبجيك يا ابو. انا في البرنامج مستهدف من ناحيه القصص. قلت قصة وجات دقة ترك الدوسري. وقلت قصة قلتها مرة ثانية وجات ترك الدوسري. قصة 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 ترى انا بعد لما قلت قصة شو اسمه قصة قصة حق سنة. ما اظني ما قلت وياه ظنها رجيلي. ها معي واحد انسان فرد يشرب شرب قلبي. لا خلنا نشوف. تاك دق نادر انه هنا. لا 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 يوم جيت بقول هذاك اليوم جانا عادل هيف وجيت بكملها وجانا ابو كليب. ارحب يمناك. لا شو تقول؟ ايه لا عاد يمناك. لا لا توقع انك جاي حافي. الا الا امشي رجال.